السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء. استجابة للطلبات العديدة من العديد من التلاميذ، إذن سوف أقوم بشرح هذا دي سيونس أو كوتيديان للمستوى الرابع ابتدائي CM1 باللغة العربية، قراءة باللغة الفرنسية والتفسير باللغة العربية لكي يستفيد العديد من التلاميذ، لأن المواضيع اللي فيه شيء ما صعبة باللغة الفرنسية ويجب تبسيطها باللغة العربية لكي يستفيد الجميع. مرحبا بالجميع التلاميذ الكرام المستوى الرابع ابتدائي وكذلك باقي المستويات لكي يستفيدوا معنا. إذن سوف نتطرق أيها التلاميذ الأعزاء الوحدة الأولى Unité 1 Croissance et mouvement chez les êtres vivants. معنى النمو لدى الكائنات الحية والحركة لدى الكائنات الحية. Croissance معنى النمو et mouvement حركة، الحركة التي يقوم بها الكائنات الحية. Les objectifs، الأهداف من الدرس. يتساءل بعض التلاميذ ما الهدف من هذا الدرس؟ اش غادي نستافد من هذا الدرس ديال كرواسونس اي موفمون شي لي زيتر فيفون، النمو لدى الكائنات الحيه وكذلك الحركه اللي تقوم بها هذه الكائنات الحيه. اول حاجه اوبسيرفي كو لي بلانت اي لي انيمو سون دي زيتر فيفون. يجب عليكم ملاحظه ان هذه الكائنات الحيه من النباتات ومن الحيوانات راهم كائنات حية، إذن يجب علينا أن نتعرف على الصفات الكاركتيريستيك اللي تمتاز بها الكائنات الحية عن باقي المكونات ديال الطبيعة. إذن observez que les plantes et les animaux sont des êtres vivants. Pourquoi? Parce qu'il y a du mouvement. معنى هاد الكائنات الحية تقوم بواحد الحركة، لي بلانت تقوم بواحد الحركة خاصة بهم كذلك لي زانيم. Il y a du mouvement et de la croissance، وكذلك النمو. كما تلاحظوا هاد الكنغر الصغير سوف يصبح كنغر كبير يشبه أبه ولا يشبه الأم ديالو. إذن كاين هناك واحد النوع ديال النمو كرواسونس. إذن هاد الحيوانات راه من الكائنات الحية لأنها عندها صفات ديال النمو وصفات ديال الحركة، ليس كباقي المكونات ديال الطبيعة. إذن خاصك تميز ما بين لي زانيمو، ما بين لي زيتخو فيفون، من بينهم لي بلانت ولي زانيمو إي لي نون فيفون. أجي نتعرفو دابا عليهم. ألوغ العنوان ديال الوحدة الأولى، تتعلق حول الموضوع ديال النمو كرواسونس. النمو انت لاحظ معايا هذا الحيوان الصغير سوف يصبح كبيرا يشبه اباه. اذن هناك نمو، والنمو هي صفه خاصه بالنسبه للكائنات الحيه كرواسونس. وكذلك هذا الكائن الحي يتنقل من مكان الى مكان اخر ويقوم بتحريك بعض الأطراف الخاصة بهذه المسألة ديال التنقل، نسميها بالفرنسية موفمان. لاحظتوا كرواسونس اي موفمون شي لي زيتر فيفون. إذن هذا الدرس مقسم إلى نصفين، النمو وكذلك الحركة لدى الكائنات الحية. Les êtres vivants sont très différents. إذا رأينا الطبيعة ألقى فيها عدة أنواع من الكائنات الحية. Les êtres vivants sont très différents. هناك أصناف عديدة من الكائنات الحية وتختلف تماما عن مكونات ديال الطبيعة الأخرى. Des êtres non vivants. أنا قلت لك بأن les êtres vivants sont très différents. هم اصلا مختلفين سون تري ديفيرون ومختلفين كذلك عن باقي المكونات ديال الطبيعه.
Elles ont des caractéristiques que les êtres non vivants n'ont pas. إذن يتساءل بعض التلاميذ شنو هما الكائنات الحية، شنو هاد لي زيتر فيفون؟ أنا بغيت نتعرف على لي زيتر فيفون. هما لي بلونت، النباتات بجميع الأنواع ديالها، من الأشجار، من النخيل، من الأعشاب، من الغذاء النباتي. المهم لي بلونت، نسميو حنا لي بلونت نباتات. لي زانيمو، جميع الأنواع ديال الحيوانات الموجودة في البحار وموجودة في البر إلى آخره. Les plantes et les animaux sont des êtres vivants. Que dit le كائنات البشرية صحنا راه كائنات حية. اللي كنا نتكلم على الكائنات الحية حنا لي زيتر فيفون، حنا عارفين روسنا، ولكن لي زوتر هذيك المكونات ديال الطبيعة خاصنا نتعرفوا على كيفية، خاصنا نتعرفوا على النباتات ونتعرفوا على الحيوانات مختلفين عنينا حنا. وكذلك التمييز اللي تيكون ما بين الكائنات الحية والمكونات الطبيعية الأخرى تسميه احنا بلي نون فيفون. مثلا الصور امامكم، كاين هناك صخور، كاين هناك تربه، كاين هناك هواء، كاين هناك مثلا في الصوره اللي حنا كاين هناك رمال، كاين هناك مياه البحر. هادو كنصنفهم بلي نون فيفون. لي نون فيفون سون كوم لي روشي، الصخور، الاحجار، لي بيير، لي غالي، الرمال، لو سابل. هادو كيتسموا لي نون فيفون. المهم في هاد الفقره الاولى خاصك تميز ما بين الكائن الحي اللي اصلا هم النباتات والحيوانات، هادو كائنات حيه، وكذلك الانسان، وما بين المكونات الاخرى ديال الطبيعه تسميهم لي زيت نون فيفون ولا لي نون فيفون، من الصخور، من الهواء، من الماء، من الرمال، من التربه، من الاحجار، من الحصى. فهم واخ. ننتقلوا حاجة أخرى مهمة جدا، هو الصفات ديال هاد الكائنات الحية. كيسكو لي زيتر فيفون بوف فيغ؟ احنا بغينا نتعرفوا على الصفات المميزة الخاصة بالكائنات الحية. كيسكو لي زيتر فيفون بوف فيغ؟ إذا لي زيتر فيفون شنو هما؟ هما لي بلونت و لي زانيمو كمثال. النباتات و الحيوانات هادوك هما الكائنات الحية، حيت هادوك الكائنات الحية تتغدى. مونج فهمتي؟ مونج دو لا نوغيتيغ. أي حيوان تيبانلك راه يأكل. لي زيتر فيفون مونج دو لا نوغيتيغ. إذا صعيبة هادي. إذا لي زيتر فيفون بوف مونجي، peuvent se nourrir. Les plantes peuvent fabriquer leur propre nourriture. Les animaux mangent les plantes et d'autres animaux. دابا هاد الحيوانات هما صنفين، كل اللي تتغدى على العشب وكل اللي تتغدى على الكائنات الاخرى او الحيوانات الاخرى. هذا تنسميه حيوان لاحم. Les animaux carnivores. والحيوان العاشي هو اللي يتغدى على النباتات. لي زانيمو هيربيفور. ولكن النبتة او النباتات لا، هي اللي تصنع الغذاء ديالها الخاص بها، وكذلك هي اللي تمنح الباقي الكائنات الحية الغذاء، معناه تتخلي تحاول تصنع الغداء ديالها لراسها، وكذلك هي غداء بالنسبة للكائنات الحية خصوصا الحيوانات العشيبة. الحيوانات العشيبة ما تصنعش الغداء ديالها لراسها، بالعكس هي لي زانيمو متعلقة بالنباتات، والنباتات تصنع الغداء ديالها لراسها باش تبقى دائما في حياة. والكلاء بالنسبة للآخر، بالنسبة للحيوانات الأخرى، وهذيك الحيوانات العشيبة هي كلاء وتغذيه بالنسبه للحيوانات الناحمه. اذا هناك واحد العلاقه تجمع بين الطبقه الاولى من العشب، والطبقه الثانيه الحيوانات العشيبه، والطبقه الثالثه الحيوانات الناحمه. كاين هناك علاقه غذائيه سوف نتعرف عليها ان شاء الله في دروس لاحقه. هذه السلسله الغذائيه اللي تكون عند الحيوانات والكائنات الحيه بصفه عام، من حشرات، من حيوانات لحيمة، من حيوانات عشبة، من نباتات إلى آخره.
إذا الطبقة الأولى سيكون فيها النباتات هي اللي تصنع الغذاء ديالها، وتتخلي الآخرين مع ذلك الحيوانات العشبة تتغذى بها العشبة، والحيوانات اللحمة تتغذى بالحيوانات العشبة، وهكذا وهكذا. إذا تفهمنا بأن أول شيء تقوم به الكائنات الحية هي الأكل، التغذية، لي زيت فيفون برونش، ماشي بحال لي نون فيفون، ماشي بحال الصخور. هل الصخور تتغذى؟ هل الماء يتغذى؟ خاصك تميز ما بين لي نون فيفون ولي زيت فيفون. ومن بينهم لي زيت فيفون مانج دو لا نوتور، سافيغ لي زيت فيفون بوف مانجي، بوف سو نوري. لي زيت فيفون ريسبير، تتنفس، معناها تحتاج الى الهواء، تحتاج الى الاكسجين، الى غاز الاكسجين. Les êtres vivants respirent et ils aspirent de l'air pour avoir de l'énergie. Et le gaz, fait un des gaz, gaz d'oxygène, هو اللي دي يمنح الجسم طاقة. L'oxygène dans l'air respire change la nourriture dans leur corps en énergie. L'énergie هي الطاقة. Et donc تتحول هاد الاكسجين هو اللي تيحول الغذاء داخل الجسم الى طاقة. فهذا كاين واحد الميكانيزمات معقدة سوف نقدمها لكم إن شاء الله ونبسطها لكم في الدروس اللاحقة. لي زيتخو فيفون أون بوزوان دينيرجي بوغ توت لوغ أكتيفيتي، لأنهم محتاجين هاد الكائنات الحية محتاجة لهاديك الطاقة، ولكن ملي تتاخد هاديك الطاقة تتاخدها من خلال التنفس، من خلال غاز الأكسجين. ميمكنش الكائن الحي يستغني عن الكائن على غاز الأكسجين. معناه les êtres vivants respirent. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Respire. إذا فاش نقولوا respire معناه يتنفس، إذا تقوم بحركة التنفس. لذا جميع الكائنات الحية مهما كانت، أي كائن حي موجود على وجه الأرض راه يتنفس بطريقة خاصة. هنا المهم عندنا هو يتنفس. Les êtres vivants se débarrassent des déchets indésirables de leur corps. إذا كيف ما قلنا بأن الكائن الحيوانات تتغذى، كذلك تستغني على الفضلات او تطرح الفضلات خارجا، عمليه طبيعيه عند الكائن الحي. لي زيتغ فيفون سون كابابل دو بوجي اي دو سو ديبلاسي، هذا مهم جدا. هادشي غادي ان شاء الله نطرقوا ليه في هذا الفيديو، كيفيه الانتقال، كيف الحيوانات تنتقل من مكان الى مكان، وشنو هما الاطراف المهمه لدى الحيوانات التي تخليها تنتقل من مكان الى مكان. اي كائن حي ينتقل من مكان الى مكان، ليس ثابتا. هتقول مثلا الشجره راه ثابته، ولكن الجذور ديالها والاغصان ديالها والاوراق ديالها، اذا كل كائن حي عنده طريقه ديال التغذيه، كل كائن حي عنده طريقة ديال التنفس، كل كائن حي عنده طريقة ديال التنقل. les plantes peuvent bouger certaines parties de leur corps. les plantes، هاد النباتات، هاد الشجرة هادي اللي تتبان لك ثابتة ما تتحركش، جامدة، العكس، راه هي كائن حي. غير هنا تتبان لنا بأنها جامدة، ولكن حنا نعرفوا بأن هناك هناك جذور لي غازين، وكذلك الأغصان، وكذلك الأوراق تتحرك، ولكن لا نشعر بها، تتحرك ببطء مخفي، حيت هذه الجذور تكون داخل الأرض، داخل التربة. لي زانيمو بوف سو ديبلاسي دان أندروا أن أوتر، معنى هذا الكائن الحي راه ينتقل من مكان لمكان، يبحث عن الكلاء أو يبحث عن الماء. المهم أش خصك تستافد من هذه الفقرة، أو شنو الملخص ديال هاد الفقرة؟ أن لي زيتر فيفون مانج دو لا نوغيتور، لي زيتر فيفون ريسبير بوغ افواغ دو لوكسيجين، بوغ افواغ دو لينيرجي، لي زاسبير دو لاير بوغ افواغ دو لينيرجي. لي زيتر فيفون سو ديبراس دي ديشي انديزيرابل دو لور كور، لي زيتر فيفون سون كابابل دو بوجي اي دو سي ديبلاسي. لي موفمون شي لي زانيمو، دابا قبل ما ننتقلوا، حيت كاين فيديو خاص ديال الكواسونس ديال النمو، اجي دابا نفكروا دابا كيفيه هاد الكائن الحي كيف تتحرك من مكان الى مكان، وشنو هي طرق التحرك ديالها، شنو هي الطرق ديال التحرك ديالها او الانتقال من مكان الى مكان. قال لك لي زانيمو بوف بوجي دي بارتي دو لور كور، معناها تقوم بتحريك بعض الاطراف من الجسم ديالها. ايل بوف اوسي سي بلاسي دان اندوا اون اوتر، إذن لي حركات هاد الأطراف
ديال الجسم ديالك يمكن لها تنتقل من مكان لمكان. لي زانيمو اون دي بارتي سبيسيفيك دو لوغ كور كي لي زيد ا بوجي ا سو ديبلاسي. ديال الحيوانات واحد الاطراف خاصه واطراف خاصه واحد الاجزاء خاصه من الجسم ديالها يسمح لها التنقل من مكان لمكان. مثلا لي بواسون اون دي ناجوار بور ناجي دون لو. هي كي تشوف السمكه لها زعانف يمكن لها تسبح داخل الماء. لي زوازو و لي زانسيكس اون دي زيل بور فولي. انت تشوف هنا الحشرات لديها اجنحه وكذلك الطيور لديها اجنحه اللي تنتقل من مكان لمكان. اذا كاين هناك واحد العنصر اساسي في الجسم ديال الكائن الحي هو اللي يسمحو من التنقل من مكان الى مكان. هادشي اللي بغيت نستافد. لي بواسون اون دي ناجوار و لي زوازو و لي زانسيكس اون دي زيل. اذا نسمي La plupart des animaux ont des pattes. اش قلنا؟ قلنا بان الجميع الكائنات الحيه عندها هذه الميزه ديال التنقل من مكان لمكان، ما تبقاش مستقره في مكان واحد، وكاين واحد الجزء من الجسم ديالها هو اللي يسمح للتنقل ديالها. مثلا تعرفنا على الاسماك عندهم لي ناجوار والزعانف، وتعرفنا على الحشرات والطيور عندهم الاجنحه. La plupart des animaux ont des pattes. Des pattes. كاين ما يسمى الاطراف السفليه والاطراف العلويه. La plupart des animaux ont des pattes pour marcher. Faire de petits sauts. بحال الكونغورو يقوم بالقفز. Sauter ou marcher à quatre pattes sur terre comme les lapins. Les singes et les kangourous, كمثال. Certains gros animaux ont des nageoires, بحال les dauphins, pour nager dans l'eau, comme les dauphins, les baleines, les requins et les phoques. إذن كيف ما تلاحظ أيها التلميذ العزيز، إذن هذه كائنات حية تنتقل من مكان إلى مكان، كي تنتقل من خلال الأطراف ديالها، كي تنتقل من خلال الزعانف ديالها الكبرى، كاين من خلال الأجنحة إلى آخره. إذن حنا غنبداو شوية شوية نتعمقو في الشيء. شوف معايا دابا غنتعمقو شيئا ما، فهمتي؟ خاص تكون ديجا فاهم الجزء الأول باش يمكنلك تعمق هنا. إذن هنا كاين واحد المجال ديال التعمق. إذن نشوفو شنو هما المسببات ديال الحركة، شنو اللي تيخلي هداك الجسم يتحرك من مكان لمكان. هما العضلات، أي كائن حي لديه عضلات. لي موسكل العضلات فون بوجي نوتخ كور، هما اللي يحركون الجسم. هاد العضلات لي موسكل دو نوتر كور سون جو ان اوزوس. اذا هاد العضلات ملتصقه بالعظام كما تلاحظ في الصوره، انا ماشي غير محطوطه هكاك، راه ملتصقه بالعظام. لو بون دو زوس سون لي اونصوبل يتابل لارتيكولاسيون. كاين مفصل، انت مثلا فاش تحرك يديك تلقى واحد المفصل، لو كود مثلا ولا في لي بواني مثلا ولا في لي زيبول مثلا، تلقى دائما واحد المفصل هو اللي تيقدر يحرك اليد او الرجل. هذيك تسمى بالفرنسي لارتيكولاسيون، اي تابولي لارتيكولاسيون. حافظوا مزيان لي ميسكل، شنو هما لي ميسكل؟ هما العضلات. هو لارتيكولاسيون هو المفصل. شنو هو المفصل؟ هو النقطة الالتقاء ما بين العظم والعظم الاخر. شوفها وجربها بنفسك، حاول تنير يديك تبسط يديك ويتني يديك وبسطها، هذيك اللي تخلي الرجل مثلا حرك رجلك. راه ما يمكنش لك تحرك رجلك كيف الخشبه، لا ما يمكنش. اذا ولا بد تنيها وتمددها. شكون اللي تخلي هذا الشيء؟ هما لارتيكولاسيون، هما المفصل. لاحظتي؟ هو نقطه الالتقاء ما بين عظم وعظم. وكذلك هذوك العضلات هما تيساهموا كذلك في تحريك الجسم، شيء طبيعي. اذا خصم طاقه، واذا خصم طاقه خصم تغذيه، واذا خصم تغذيه خصم كذلك تنفس جيد. فهمتي ولا ما فهمتيش؟ اذا خصك تنفس بشكل جيد باش تحصل على الطاقه، وكذلك خصك تغذى بشكل جيد باش تحصل على الطاقه باش يمكن لك تمشي وتجري مع راسك وتلعب مع راسك الى اخره. انا نقول لك بصراحه، اذا لا ستركتور دو لونسومبل دي زوس اي تابلي ان سكوليت، الهيكل العظمي. سامعين بالهيكل العظمي؟ نعم سامعين، بالجمجمة والقفص الصدري إلى آخره.
يمكن لكم تمشيو اي عياده يبان لكم الهيكل العظمي ديال الانسان هذوك اي العظام الى اخره يعني. لازم اي عياده ديال الطبيب يمكن لكم تشوفوا بالضبط واحد الجسم او واحد الهيكل العظمي ديال الانسان. يمكن لك تشوف الجمجمه كيفاش دايره راه تلقاه في المكتب ديالو مثلا الى اخره ويشرح لك بشكل جيد. اذا كنتي في العياده ديال الطبيب قولي مثلا بغي نفهم هذا الهيكل العظمي كيفاش يخدم يفسروا لك بطريقه جميله بزاف. الطبيب مفهم بان اسكوليت هو الهيكل العظمي اي مجموع من العظام مركبه بشكل متقن وهذا صنع من الخالق تعالى. خلق ولد الله سبحانه وتعالى هو اللي يركب فينا الاسكوليت والارتيكولاسيون لي ميسكل خصنا نعرفوا اليوم ضروري. لي زارتيكولاسيون بيرميت اوز دو فير دي موفمون جينا لي زارتيكولاسيون بيرميت اوز دو فير دي موفمون. لي ميسكل اون دوفون دور بيرميت لو موفمون دي كاين هاد لي ميسكل هذا لي ميسكل تسمى لي ميسكل طوندو وهذا تسمى لارتيكولاسيون وهذا تسمى لوس. وكيف ما تشوف هنا هادو لي ميسكل دوفونون كور اي غرو شي تتقلص العضله وتتمتد العضله بجانب الاخرى. اذا بالعكس هادو تيمشيو بالعكس هذا اللي كتتقلص قلص العضله ديالك في ميسكل دوفون كور اي غرو وهنا تطوند تتمتد. لي زارتيكولاسيون بيرميت اوز دو فير دي موفمون لي ميسكل اون دوفون دور اون دوفون شي تتقلص وتتقصح بشكل قوي بيرميت لو موفمون دو زو ميتاما. كاين واحد التجربه ميتاما غوش سور لا بلو اوت بارتي دو طون برا اذا حط يديك هنا تتنيه وحط يديك حط صبعك هنا مثلا اش تلاحظ بان العضلات تتقلص وتصبح فعلا صلبه. بالعكس هاد العضله هادي ستكون مرينه. Maintenant, plie le bras droit au coude. Tu vas sentir que le muscle de ton bras devient court et dur. Non. Quand il est tendu, ton bras, les muscles deviennent mous. C'est marina. Il faut que tu mettes ça. Je vais me dire que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que certains animaux n'ont pas d'os. بالنسبة لبعض الحشرات وبعض الكائنات الحية ليس لديهم عظام كيف تشوف النملة مثلا ولا هذا الصرصار مثلا كفا. certains animaux n'ont pas d'os à l'intérieur de leur corps et ils ont une carapace. عندهم واحد كاراباس هذه تسمى كاراباس زيني هذا الشكل هذا تسمى كاراباس. ما عندهمش سكوليت بحالنا حنا الهيكل العظمي لا عندهم واحد الكاراباس هو اللي يمثل الهيكل العظمي ديالهم هما اصلا. اكستيريور دور يتابلي ان اكزوسكوليت تنسميوه اكزوسكوليت باغ اكزومبل لي فورمي و لي كافار اون دي زيسكو اكزوسكوليت. دي زانيمو كوم لي فير دو تير نو اوكان اوس او exosquelette, leurs corps sont mous et ils utilisent leurs muscles pour ramper. Le corps d'une chenille est mou, il est rempli d'une substance aqueuse. Ces os supportent leur corps, et les aident à se mouvoir. كما تلاحظ هنا لدينا هنا دودة القز ولكن لدينا هنا يرقى تلاحظ هنا ان هاد ان فير دو تيغ هاد دودة القز هادي دودة الارض مثلا ليس لديها كراباس مثلا وليس لديها عظام الجسم ديالها راه خو نو اوكانوس ما عندهمش عظام و اكزوس ما عندهمش هاديك الكراباس ما عندهاش الكراباس بحال النمل مثلا او بحال الصرصار وليس لديها عظام بلاكس الجسم ديالها رخو. وكاين بعض الحشرات بحال هاد اللي علاقه هادي الجسم ديالها مليء بالماء هو اللي يسمح لها بالتنقل. اذا اكزوسكوليت خاص غير بعض الحشرات لديهم هاد الكاراباس
وكاين بعض الحشرات وبعض الكائنات الحية الدقيقة بحال الدودة ليس لديها عظام وليس لديها هاد كاراباس كما تنقولوا له هاد الاسم ديال اكزوسكولات كما تنقول. وكذلك هاد الانجيني ليس لديها عظام وليس لديها هاد الكاراباس، ولكن بداخل الجسم ديالك كاين واحد الماء هو اللي تيخليها تنتقل من مكان الى مكان. اذا بعد قليل سوف نتعرف على الموفمون ديال البلانتس. اذا من اصعب الفقرات ديال الدروس ديال السيونس هما النباتات، اذا يجب عليكم الحرص والاهتمام بهذه الفقره ديال كيف تتحرك النباتات. لي بلانتس نباتات بصفه عامه من اشجار وعشب وغذاء نباتي بصفه عامه. لي بلانتس سون دي زيتر فيفون، النباتات هي عباره عن كائنات حيه بحالها بحال الحيوانات. Ils peuvent aussi se déplacer, mais leurs mouvements sont très longs. إذن تاهي تتنتقل من مكان إلى مكان، ولكن الحركة ديالها تكون بطيئة جدا. Ils ne peuvent pas se déplacer d'elles-mêmes. إذن فاش تنتقل من مكان إلى مكان معنى بعض الأطراف ديال النباتات، ولكن هي ما تتنتقلش بنفسها من مكان إلى مكان، معنى لا تنتقل شجرة من مكان إلى مكان آخر، هذا مستحيل. تبقى شجرة كيف الموقع ديالها، ولكن مثلا الجذور ديالها تتعمق في التربة، وكذلك الأغصان تتفرع، وكذلك الأزهار تنفتح وتنغلق إلى آخره. إذن كاين هناك واحد الحركة ولكن بطيئة. ولكن النباتات لا تقتصر على البر، كذلك كاين هناك نباتات داخل المياه، كذلك دومينيسكول بلانت كي فيف دون لو peuvent se déplacer d'elles-mêmes. إذن تنتقل من مكان إلى مكان. تتعتمد بالخصوص على واحد الأشياء موجودة. مثلا ils ont une tache كما تلاحظ هنا. إذن هنا عبارة عن بقع تشبه تماما العيون. ليست عيون بشرية أو عيون ديال الحيوانات. لا، هذيك العيون تستقطب الأشعة ديال الشمس. وعندما تستقطب أشعة الشمس تنتقل إلى أشعة الشمس، تنتقل إلى المكان اللي فيه الشمس. وشكون اللي تسمح بالانتقال من مكان إلى مكان؟ هم هذوك هادو لي فلاجيل، تنسميو حنا لي فلاجيل أو لي شوفو، هاد الزغب هذا هو اللي تسمح هاد النبتة هادي من انتقال من المكان إلى مكان بالاعتماد على البقع اللي تكون موجودة في النبتة. كذلك المثال ديال لوغلين، وكذلك ديال كلاميدو مولاس، هادو موجودين في الماء، هاد النباتات موجودين في الماء وتنتقلوا تلقائيا من مكان الى مكان، ولكن يعتمدوا على ضوء ديال الشمس، ضروري من ضوء ديال الشمس، ما كانش ضوء الشمس ما يقدرش ينتقلوا من مكان الى مكان، يعتمدوا بالخصوص على ضوء ديال الشمس. Ils ont une tache ressemblant à un œil qui les aide à trouver la lumière du soleil. Elles nagent vers la lumière par une structure ressemblant à des cheveux appelés flagelles. هاد الزغب هذا اللي تلاحظوا هنا هو مكبر، هاد الزغب هذا هما اللي تيخليهم هاد النباتات تنتقل من مكان الى مكان بالاعتماد على هذاك البقع اللي تشبه شيئا ما العيون. اعطيتكم مثال ديال اللوغلين الى كلاميدوموناس، هادو موجودين في الماء. لي بلونت اون بوزوان دو لوميير، معناها تحتاج الى ضوء الشمس بو برودوير لونوج لكي تنتج الغذاء ديالها، والغذاء ديالها تيتخزن في الساق ديال النبته. لا نوريتور دي بلونت اي فابريكي دون لي فوي، لا تيج دي بلونت بوس ان ديريكسيون دو لا لوميير اي لي فوي تورن بور فير فاس ا لوميير. اذا كيف ما تعرفوا بان النباتات تصنع الغذاء ديالها بنفسها، فين بالضبط؟ في الاوراق ديال الاشجار، اوراق ديال النبته، ورق ديال النبته الخضراء هي اللي هي المكان او المعمل ديال صناعه الاغذيه. لا تيج ديال بلونت معناها الساق ديال النبته بوس اون ديريكسيون دو لا لوميير اي لي فوي تورن بور فير فاس ا لوميير. كلك لي راسين دي بلونت سو ديريج فير لو با بور تروفي لو سول اي لو. اذا الجذور ديال النباتات تتجه نحو الاسفل، لماذا؟ لكي تبحث عن الماء، وكي تبحث عن الماء والاملاح التربه اللي موجوده في التربه، املاح المعدن اللي موجوده في التربه، وهاد الاوراق ديال الاشجار هي اللي تصنع الغذاء
بواسطة ضوء ديال الشمس وكذلك الغازات اللي موجودة أو الهواء اللي موجود من حولها. وبهذه الطريقة تتحرك النبتة كيف ما تلاحظ هنا تتحرك هذا. إذن هذه النبتة الأوراق ديالها دائما تتجه نحو الشمس لأن الشمس هي الأساس، لاحظتوا ولا لا؟ دائما تتجه نحو هذا، لاحظوا هنا تتجه نحو ضوء ديال الشمس لأن الشمس هي اللي تعطيها قوة لإنتاج الغذاء وكذلك لكسب الطاقة، تكتسب الطاقة من خلال هذا الضوء ديال الشمس وتنتج الغذاء ديالها من خلال الضوء ديال الشمس وتتجه نحو الضوء ديال الشمس. إذا الشمس مهم بالنسبة لها، الضوء ديال الشمس مهم بالنسبة للحياة ديال النباتات. إذا كيف ما تلاحظوا أي تلميذ الأعزاء، إذا هذا لو تورنسول سو ديغيج فيغ لو سولي، إذا يستمد الطاقة ديالو من الشمس. فهمتي تنفتح وتنغلق يستنفتح الزهور وتنغلق بوجود ضوء ديال الشمس. إذا هناك ضوء ديال الشمس تنفتح، إذا كان هناك ضوء عدم أو غياب ديال الضوء ديال الشمس تنغلق أوتوماتيكي ولكن بشكل بطيء. لو كيلكو في كيلكو فلور سوفر على لا لوميير دو جور اي سو روفيرم لا نوي. بحال هادو بحال الاوراق ديال الشجر هنا لي فوي دي مين موزا بيديك سو فيرم كون تيل سون توشي، ولكن الحركه ديالهم تتكون بطيئه جدا وتعتمد بالخصوص على الضوء ديال الشمس. هادشي اللي خاصك تستافد، الضوء ديال الشمس بسم النباتات مهم جدا، لا من صناعه التغذيه لا من صناعه الغذاء ديالهم وكذلك الحياه ديالهم ضروري ومؤكد. إذن نهاية ديال الفقرة الأولى أو الجزء الأول اكتشفنا كيف تنتقل الكائنات الحية بصفة عامة، درسنا التطور ديال الأطراف ديال بعض الكائنات الحية التنقل اللي تساعد على التنقل من مكان لمكان، شفنا الدور ديال الضوء ديال الشمس في النمو في حركية النباتات وكذلك بعض الأطراف ديال النبتة كذلك تتحرك بخصوص الجذور للبحث عن الماء والأملاح المعدنية داخل التربة. مهم أنا فسرت لكم بالعربي. الجزء الثاني من الفيديو سوف نقترح عليكم النمو كرواسونس ليزانيمو، مهم جدا هذا الفيديو القادم يجب عليكم تتبع وإعادة تتبع عندما تستوعبون جيدا هذا النسيونس هذا. إذا خاصكم تعودوا الفيديو حتى تتمكنوا منه بشكل جيد. مهم بالنسبة لكم. إلى اللقاء.